يا هلا والله. داري ان اليوم خامس يوم رمضان، لكن مبارك عليكم الشهر وان شاء الله انكم تكونون بصحة وعافية يا رب انكم تكونون كويسين. مقطع اليوم هو جزء ثالث من سلسلة اكلات ماينكرافت، معناته راح نسوي واحدة من اكلات ماينكرافت اللي راح تطلع لنا عن طريق العجلة الدوارة اللي بنسويها بعد شوي. الجزء هذا زي ما قلت لكم جزء ثالث. في الاجزاء الماضية كان الدعم رهيب وكانت اللايكات رهيبة وتعليقاتكم كانت ارهب من هذه كلها. خلونا نشوف ايش ممكن يطلع لنا. واحدة من الاشياء اللي موجودة في عجلة الحظ، من الاشياء الموجودة بطاطس ولحم خروف ودجاجة وكيك وكوكيز وخبز وبس. في الحلقة الماضية اعتقد ان سوينا الكيكة، او مو اعتقد، احنا سوينا الكيكة في الحلقة الماضية. في الحلقة اللي قبلها كانت الفكرة شوي مختلفة. خلونا نستبعد الكيك بما اننا في الحلقة الماضية سويناها ونشوف ايش يطلع لنا واحدة من الست اشياء الموجودة في اللعبة، ونقول 1 2 3. ميزة الانتساب صارت موجودة في القناة، فإذا كنت حاب تنتسب في القناة يا أهلا وسهلا. راح يكون جنب اسمك شعار رهيب راح يميزك بين التعليقات، وهذه خلوها سر بيننا، راح يكون في هدايا شهرية للمنتسبين في القناة. شش. ويلا خلونا نكمل الفيديو ونخلي العجلة تدور. وين توقف العجلة؟ وين توقف العجلة؟ إن شاء الله شيء بسيط لأن الحين رمضان وبعد شوي بنصوم. أوكي حلوين، وصلنا عند الكوكيز، هذا شيء كويس. فراح نسوي في الحلقة هذه كوكيز أول شيء في اللعبة، وبعد كذا إيه اللي قدرنا نسوي راح نسوي في العالم الحقيقي. أتوقع وقت الكوكيز مرة كويس لأن الحين الساعة 12:30 وبعد شوي بيجي السحور، فبيجي في وقت ممتاز مرة بعد السحور تحلي كذا حالة خفيف وبعدها تصوم إن شاء الله والله يتقبل منا ومنكم. وخلونا نبدأ في عالم اللعبة نسوي الكوكيز. يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي كوكيز في ماينكرافت. كيف الحال؟ طبعا هذا سبايدر مان مغشوش. I am سبايدر مان. راح نلعب لعبة، تخبي وانا بدورك. طيب يلا 9 10. خلاص صوتك. هاي I am سبايدر مان. نحط المؤقت على 10 دقائق ونقول بدت العشر دقائق. الحين مطلوب مننا ان نسوي كيف نسوي كوكيز. نكتب سؤال في جوجل لان كل حاجة يعرفها كيف نسوي كوكيز في ماينكرافت. راح نحتاج قمحتين، وطبعا ادري ان قمحتين كلمة غلط لكن قمحتين. برضو راح نحتاج البذور حقة الشوكولات. الحين عرفنا كيف نسوي الكوكيز، خلونا نزرع القمح عشان يطلع. نحتاج بس خشبتين، ما راح نسوي العدة كاملة. اللي نسويه اول حاجة اننا نحلل هذا، نحوله كرافتن تيبل، بعدين نسوي اعواد، نحط هذه كذا ونسوي كذا طلع لنا هذا. هذا عشان الزرع، حط البذور هنا عشان تزرع. تدرون يمدينا نسرع العملية اسرع ونخلي الليل يجي ونقتل السكيلتون. اذا قتلنا السكيلتون راح يطلع لنا عظام، العظام راح يسرع بذور هذه انها تطلع بسرعه. عشان كذا راح نسوي بس سيف. ها نلعب اللعبه مره ثانيه. هاي روح تخبي على بال ما اسوي السيف. 1. لا ما تخبين قدامي، روح من ورا. طيب يلا انا بجي من هنا. يلا لا استهبال هذا. ها انا بغمض من هنا. ها يلا. ها تزرون كيف؟ راح اسوي سيف من حجر عشان اضرب السكلتون اسرع، ونروح عند الكرافتن تيبل نسوي فرن. بالمناسبة ترى انا قاعد انزل في رمضان يوميا في قناة الجيمنج موجودة تحت، حياكم الله جميعا هناك اذا كنتوا تبغون جيمنج اكثر، فانا قاعد انزل هناك يوميا وراح نستمر ان شاء الله في القناة هذه. بما ان ما عندنا فحم راح نكسر الخشب هنا لانه بديل عن الفحم. خلونا ناكلها عشان ما نجوع ونموت. هذا ايش صار عليه؟ مطولين ها. راح نص الوقت وباقي 4 دقائق و30 ثانية او اكثر من نص الوقت، وهذه الى الحين ما طلعت والليل باقي ما جاء. فتقريبا لو بنقعد ننتظر الليل عشان نكبر هذه باقي بذور الشوكولاتة. بذور الشوكولاتة نلاقيها في الغابة. قاعد اسمع صوت السكلتون هنا، هذا شيء كويس. اتوقع انه هنا صح؟ هذا السكلتون هنا. لحظة هي هي هي. اسمع خلنا نتفاهم. لحظة هذا تجيب سيف. 1 2 3 4 يا رب ما اموت. احنا اتفقنا على 1، ما اتفقنا على هذول كلهم. طيب الحين راح نقدر اننا نسوي القمح هذا نكبره زي ما تشوفون. كسرتها بالغلط. لا نحتاج واحده ثانيه. كسرتها بالغلط. خلونا ندور على سكلتون ثاني. انا اخاف من الليل. طيب في خرفان هنا يمدينا نسوي سري. هذيك غابه، هذيك غابه. حلو 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 حلو. خلونا نروح عند الغابه اللي هناك وراح نلقى. بس خلونا نقتل هذول على الطاير، نذبح بقره ثانيه. في قريه هناك. اوكي اوكي خلاص خلاص ما يحتاج ما يحتاج. راح نلقى القمح عندهم هناك، والغابه هنا موجود فيها ال 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 خلونا نروح. لا لا يا شباب يا شباب يا شباب
اول شيء راح اسويه راح انام هنا بننتظر الصباح يجي عشان زومبي والوحوش يختفون او يموتون. كم باقي دقيقه بالضبط؟ خلونا نطلع هنا ناخذ شو اسمه، قولوا معي ناخذ واحده من هذه اوكي نفكها زي كذا راح يطلع لنا هذا بعد كذا. يا ساتر القريه والله مره كبيره. اوكي اوكي لقينا الشوكولاته حلوين. نجي عند كرافتن تيبل لازم نسوي في الحمد لله كسر هذه حلوين نسوي كرافتن تيبل على الطاير نحط هذه يمين وهذه يسار والكوكيز بالنص وراح يطلع لنا 8 كوكيز. يا سلام وسوينا الكوكيز في عالم اللعبه وجاء الحين وقت ان نسوي في العالم الحقيقي. لا هذا الزومبي يبغى يموت استرم. اوكي ممكن تلاحظون انه في نص التسجيل انفصل سلك المايك ما انتبهت له مع الحماس فان شاء الله ان صوت المايك هذا واضح. خلونا الحين نروح نسويها في العالم الحقيقي ولا تنسون رابط قناه الجيمنج موجود تحت اذا كنتوا تبغون جيمنج اكثر. كل يوم في رمضان قاعدين ننزل وحتى بعد رمضان ان شاء الله راح ننزل يومين فحياكم الله جميعا هنا. وزي ما سويناها في عالم اللعبه جاء وقتنا نسويها في العالم الحقيقي. راح نسوي كوكيز واتوقع واضح لكم جدا ان الترتيب والمقادير مو انا مسويها، امي قالت تعال. كل مرة تسوين الأكل ويطلع يا مالح يا في شيء غلط يا في حاجة غلط. اليوم قالت لي أنا بسوي لك المقادير وأنت الله كل اللي عليك خلطها عادي إذا ما ضبطها في التخليط فأنا خلاص أغسل يدي من الطبخ وأنا لا لي علاقة في الطبخ ولا شيء. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نسوي الكوكيز. أول شيء راح نسويه هو الزبدة. زي ما تشوفون الزبدة كذا كأنها سلايم. طبعا وصف السلايم واضح جدا انه من عندي بس تقول امي لما تكون كذا يمديك تضغطها. فبعد كذا تجيب اصبع كامل تحطه في الصحن او شو اسمه هذا، ايوه الصحن حطه في الصحن. هذا اصبع الزبدة ونضغطه كذا. ما ادري ايش الحكمة بالضبط بس امي قالت لي سوي كذا. صح انا ما قلت لكم المقادير، اصبع الزبدة وعندنا هنا بيضة وعندنا هنا فانيليا عشان الناس اللي ما يحبون طعم البيض، وعندنا هنا سكر بني، لازم يكون سكر بني، لا تسأل ليش، لا أحد يسأل يا شباب. عندنا هنا هذا الشيء الظاهر انه اسمه شوفان، الظاهر انه اسمه شوفان، عاد كل واحد يوري أمه ويسألها، هذا ايش يا أم الولد؟ عندنا برضه كوب دقيق، طبعا المقادير عبارة عن كوب 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 كلها. فهنا ايش هذا؟ بيكنج بودر، طبعا هذا بنحط فيه ملعقة صغيرة هنا. فاول شيء الحين نسويه نكب السكر على الزبده اللي يعني ذايبه، حتى لو تلاحظون كيف ذايبه مره يعني حلوه مره. فنكب عليها السكر يا ساتر، بعدين نخلطهم مع بعض الى ما يتمازج الخليط. اوه والله فله. الحين تدرون ايش صار؟ صار هذاك الرمل السحري، زي ما تشوفون صار كله متماسك مع بعض، واتوقع هذه النتيجه اللي نبغى نوصل لها، زي ما والله احسه مره بيطلع رهيب. والحين عندنا بيضه هنا نضيفها الى الخليط اللي سويناه. بيضة ونحط وراها الفانيليا اللي موجود هنا، برضو ملعقة صغيرة أو كذا يعني، هو ما بقي شيء هنا فنكبه كله. الحين نضيف الكوب الشوفان وخلنا نحرك بس عشان ما أتوهق بعدين، ونضيف كوب دقيق. يا سلام يا سلام. ونضيف ملعقة البيكنج بودر، طبعا الملعقة الصغيرة مو الملعقة الكبيرة ها؟ أتوقع كذا ملعقة صح؟ والحين نخلط الخليط. قبل ما نخلط الخليط تذكير ثاني، زي ما تشوفون يدينا الجيمنج هنا فمعناته قناه الجيمنج انا رجعت لها وجالس انزل فيها حاليا كل يوم، فحياكم الله هناك اذا كنت تبغى جيمنج اكثر والعاب اكثر، تلقون رابط القناه موجود تحت في الوصف. خلونا نكمل نخلط الخليط او الكوكيز هذا. هذا العجينه بعد ما خلصنا منها او عجينه. طبعا خلاص خلصنا من اعلان قناه الجيمنج فشلنا اليدين وجبنا اللوحه الجديده هذه، حياك الله في القناه معنا. لا تنسون تضغطون زر اللايك عشان اللوحه ما دخل. اللي نسويه الحين نجيب الصينيه هذه ونجيب ورق الزبده، اتوقع انه اسمه كذا، مو الورق العادي، هذا ورق الزبده اللي نحطه بالفرن. اسالوا امهاتكم عشان تعرفون ايش هو بالضبط. بعد كذا نجيب العجينه هذه وناخذ بالطريقه هذه كوره تكون صغيره الى يعني صغيره خلاص صغار اوكي اتوقع كذا، خليها كوره ونحطها في الصينيه هذه ونحط واحده ثانيه برضو هنا. في حاجه مهمه قالت لي امي عليها، لا تضغط خلها هي في النار ما ادري كيف بتصير دائريه، لا احد يسال سووا اللي قلت لكم عليه. وبكذا نكون انتهينا منها، نحطها بالفرن لمده ما سالت امي عليها، بسالها كم نحطها بالفرن وبعد ما اخلص بجيكم واقول لكم كم الوقت اللي تحطونه بالفرن. دقائق وجايكم. طيب انتهينا من شو اسمه الكوكيز في الفرن، الحين زي ما قلت لكم 10 دقائق بس الى ما تشوفونه بالشكل هذا زي كذا يطلع مره كويس وجاهز. خلونا نحطه في الصحن
نرتبها بهالطريقة. طبعا في حاجة مهمة ما حطيتها لانه ما هي موجودة عندي الحين، وزي ما تعرفون الحين الوقت ما يسمح اني اطلع عشان الحظر وزك، اللي هي الكوكيز الصغار. تحطون 3 حبات الى 4 حبات على كل واحدة. طبعا اذا ما كان عندك زي انا عادي ما هي مشكلة، الحين جاء وقت ان نذوق ونجرب اذا ضبطناها ولا لا. والحين جت اهم فقره اللي هي فقره ان نذوق. بالمناسبه صح ما قلت لكم، ايش رايكم في فانوس رمضان؟ طبعا السعر هنا ما حاولت افكها ما راحت معي. المهم نرجع لفقرتنا المهمه واللي هي ان نذوق الكوكيز اللي سويناه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونذوق. صراحه مو ناقصها الا حاجه واحده، كوب القهوه. والتقييم، نروح للتقييم ونقيم الحاله هذا 10 من 10. طبعا احد الاسباب معروف ليش ان قيمناها 10 من 10. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون قناة الجيمنج موجودة تحت. وصلنا لهذا المقطع، لا تنسى تضغط زر اللايك إذا ما كنت مشترك، حياك الله اشترك، فعل جرس التنبيهات عشان تشوف المقاطع أول بأول. شوفوا إن شاء الله المقطع الجاي، مع السلامة.